داليا مبارك فنانة سعودية شابة شاهدها جمهور بلادها على المسرح لأول مرة في جدة بمشاركة مع فنانة الخليج الأولى نوال الكويتية. سعيدة جدا وحاسة مسؤولية كبيرة حقيقي، بس متحمسة كثير اليوم أني أكون أول سعودية أوقف على مسرح بلدي. هذا كان حلم بالنسبة لي تحقق اليوم. حضور داليا المبهر لجمهورها في السعودية أكملته إبداعا نوال الكويتية بأغنية سعودية لامست وجدان الحضور. متشرفة أكيد أن أغني في مسارح المملكة، وهذا شيء يسعدنا وايد، هذا الانفتاح والتطور والتغييرات. مبسوطين أكيد، ومبسوطة أكثر أني بلتقي بجمهوري لأول مرة. لاقى الحفل الغنائي تفاعلا من السيدات ألا استمتعن مع فناناتهن المفضلات. تفاعل البنات كان جدا رائع، لدرجة نوال الكويتية جلست تبكي ومدمعة وتقول أنا ماني مصدق أني معاكم بالسعودية. أجواء جدا رائع رائع رائع، عشنا أجواء الخليج اللي حولنا بالسعودية صراحة، يعني العيد عيدين عندنا هذه السنة. الجمهور موعود أيضا بالمزيد من الحفلات الغنائية ضمن احتفالات العيد في السعودية والتي نظمتها هيئة الثقافة. جدة حنان بخاري، العربية.